الحلقة 25 من مسلسل المداح. أم حسن بتفتكر لما كانت بتحكي لسميحة عن الجنية مليكة لما ظهرت لها. سميحة قال لها أنت ما فكرتيش تروح لسكتهم؟ أم حسن قالت لا ما فكرتش أعوذ بالله. قال لها هي اللي ظهرت لك دي شكلها إيه؟ قالت له شكلها وحش قوي. وقعدوا يتكلموا، ومدام حكمت بتسجل مقطع صوتي لصابر على الواتس. قالت له أنا بعت نفسي للشيطان، أنا ما كنتش أعرف إني هكون أذية لناس كتير كده. سر الجدارية دي موجود مع دكتور صبحي عبد الخالق، عالم مصري كبير عايش في اسكندرية، هو اللي هيساعدك تقفل عليهم شرهم. وصابر قاعد، جات له رساله من مدام حكمت بس محذوفه، رن عليها ما ردتش عليه. شاف في خياله ان الممرضه اللي معاها اتاذت وان حكمت كمان هتتاذي. كلم نادر قال له انا هتحرك دلوقتي على مدام حكمت، انا حاسس انها في خطر، ومشي بسرعه. وراح زين عند سميح قال له اعمل ايه عشان ترضى عني؟ سميح قال له خلاص انت من النهارده بقيت لوحدك. زين قال له ليه؟ ده انا عملت كل اللي امرتني بيه، ودلوقتي انا اتسرقت ومحتاج لك، ومش عارف انا غلطت في ايه، قول لي طب انا غلطت في ايه؟ سميح قال له انت لسه عايز رحاب وكمان نفسك فيها، انت كنت عايش تحت ظلي ودلوقتي بقى جرب تبقى لوحدك. وراح صابر بيت حكمت لقى الباب مفتوح، دخل لقى الممرض وقع على الارض، دخل جوه لقى الممرضه وقعت على الارض، افتكر اللي شافه في خياله، وبيبص على مدام حكمت لقاها على السرير، شاف في خياله الدخان الاسود وهو بيدخل في بقها، وبعدين بقها جاب دم، وفجاه لقى كلمه النمرود ظهرت قدامه على الحيطه وبعدين اختفت. مشي صابر بسرعه، ونازله منال رحاب بتسالها رايحه فين. منال قالت لها انا رايحه اشوف اي محامي عشان اخلع زين. وقفوا يتكلموا مع بعض، ورحاب فضلت تقنعها ان لا ما تخلعهوش وانا هجيب لك حقك. والاسعاف خدت مدام حكمت والممرضين. كاسيه بتقول لي صابر معلش انا اللي طلبت انك تكون موجود، عايزك تفضل مع البوليس لحد ما احضر الدفنه واجي. ومشيت كاسيه ودخل صابر جوه الفيلا، ورحاب راحت لسميح بتحكي له على اللي حصل مع منال. قالت له بصراحه يا صعبان عليا، انا بفكر ارجع اللي سرقته لزين عشان يرجع له ويفضلوا مع بعض. سميح قال لها انت ما سرقتيش حاجه، انت رجعتي حقك، بطلي تفسري الامور غلط وما تحمليش نفسك فوق طاقتها، الحاجات دي تعويض بسيط عن اللي عمله فيك انت واختك. وقعدوا مع بعض يكملوا كلام. وراح صبر عند دكتور نادر قال له الجن المره دي اسمه النمرود، الشيطان الرابع اللي خرج من اللوحه، شفت اثره، هو اللي عمل كل ده. نادر قال له النمرود هو اول جن عاند ربنا بعد ابليس، المعلومات اللي عندنا بتقول انه صعب جدا. صبر قال له ربنا معانا على كل صعب. انا كنت عايز اقول لك على حاجه، مدام حكمت قبل ما تموت كانت بعتلي رساله، لما فتحت الرساله لقيتها اتمسحت، فروحت لها على البيت كان حصل اللي حصل، لقيت نفسي لوحدي، خدت تليفونها اشوف كانت بعتلي ايه، لقيت الرساله اتمسحت من عندها برضو. نادر قال له هو في حل، ممكن تودي التليفون لحد يرجع لك الرسائل اللي عليه. صبر قال له حد مين؟ انا بتعامل مع جن مش مع بني ادم، انا عايز اشوف اللوحه تاني. نادر قال له ممكن نتصل بكاسيه تفتح لنا البيت. صبر قال له بصراحه انا خدت المفتاح وانا هناك، انا اسف كنت مضطر اعمل كده. ونورهان بتقول الكتاب ده بيتكلم عن لوحه من البازلت، والمواصفات اللي مكتوب فيها هي نفس المواصفات اللي في اللوحه دي، هي منحوته من جن، وده بامر من سيدنا سليمان عليه السلام، وفيها سر عظيم. وبيتكلموا، نورهان قالت له انا حاولت اتواصل مع دكتور صبحي عبد الخالق، ده كان من الناس اللي موجوده لما اكتشفوا اللوحه دي، بس لسه مستنيه يرد عليا. هيثم قال لها خير وسال صابر مالك. صابر قال انا مستغرب، انا لما كنت بقفل بوابه بتفتح اللي بعدها، المره دي بوابتين شر فتحوا في وقت واحد. هيثم قال له ده معناه انك بقيت اقوى منهم. وزين كلم عبد الرازق عشان يجي له، وصل عبد الرازق وبيتكلموا مع بعض. زين قال له انا عايز حقي في حاجات حسن. عبد الرازق قال له انا هعمل نفسي ما سمعتش حاجه، انا كل حاجه مكتوبه باسمي، لما مولانا سميح يرضى عنك نبقى نتكلم. وراح صابر هو ونادر فيلا حكمت يشوف اللوحه. صابر قال له لازم نشيلها، دي خطر علينا. وهيشيلها لقى دخان اسود جه في وشه، فضل يقرا قران وفجاه اختفى الدخان. صابر مستمر في القرايه وبيلبس الخاتم، وطلع التليفون عشان يصور اللوحه لقاها بتتحرق. نادر قال له يلا يا صابر يلا يا صابر سيبها، ومشيوا. ودكتور صبحي عبد الخالق بيقرا في الكتب، تليفونه رن، رد على نورهان. وحسن دخل البيت بينده على امه ما بتردش عليه، دخل اوضتها لقاها واقعه على الارض ومضروبه بالسكينه، طلع بسرعه على بره ينده على صابر، فضل يقول الحقني يا صابر، امي سايحه في دمها جوه. ولسه بيتكلموا لقوا الباب اتفتح وامه دخلت وسلمت عليهم، اتصدموا سالتهم مالكوا فيكوا ايه؟ صبر قال لها مفيش، حسن كان جعان فبيسال عليكي عشان تعملي له اكل. قالت له حاضر عينيا، ودخلت جوه. حسن قال لي صبر بيلعبوني مع اني خلاص ماليش دعوه بحد. صبر قال له اهدى يا حسن كويس انك فهمت. حسن قال له انا مش هتوه في الضلمه تاني، انا هنور النور على طول، هما بيخافوا منه. وفضل ماشي يقول بيخافوا من النور بيخافوا من النور. وراحت منال عند سميح قال لها انت مش لوحدك وحقك هتاخديه وكل اللي انت عايزاه كمان. منال قالت له انا مش عايزه اي حاجه، انا عايزاه يسيبني في حالي. سميح قال لها اللي انت فيه ده ضعف ومذله، ربنا ما بيحبش الانسان الضعيف ولازم تاخدي حقك. منال قالت له ازاي؟ بص في عينيها جامد
وقال لها المهم ما تسيبيش حقك. وصابر بيصلي وتليفونه بيرن. بعد ما خلص لقى رساله جات له، قام يشوف مين اللي بيكلمه، لقى نورهان بعت له مقطع صوتي على الواتس بتقوله دكتور صبحي عبد الخالق اللي قلت لك عليه بخصوص اللوحه رد عليا وهيكلمنا فيديو كول، فاحنا لازم نتقابل ضروري. راحت نورهان وهيثم عند صابر وبيتكلموا مع دكتور صبحي فيديو. صبحي قال لهم انا اعرف دكتور احمد نبيل الله يرحمه، واعرف ان كان عنده نسخه من اللوحه. صابر قال له يعني في نسخه تانية؟ صبحي قال هما ثلاث نسخ، اول نسخه دي اللي لقيناها في اسكندريه، والتانية محدش يعرف طريقها، يقال ان في بلد عربي اشترتها ومن ساعتها اخبارها اختفت خالص. صابر قال له طب والتالتة وصلت لمدام حكمت وجوزها ازاي؟ صبحي قال له دكتور احمد كان بيحب الاثريات واللوح، وفي رحله بحثه قابل جماعه بتنقب على الاثار، الناس دي اديله حاجات كتير من ضمنها النسخه اللي عندكم، جالي بيها طلب مني ان اعرف هي اصليه ولا تقليد. هيثم قال مستحيل تكون تقليد، واكبر دليل على كده اللي خرج منها. دكتور صبحي قال انا قلت له انها اصلي، وقلت له ان الثلاث نسخ دول وراهم شر كبير، ما سمعش كلامي للاسف. نورهان قالت له اللوحه اللي حضرتك بتقول عليها ما كانش فيها الشمعدان والكفوف. صبحي قال لها ده اللي خلاني اهتم اول ما انت كلمتيني، البوابه ما تفتحش الا بوجود حاجه معينه، الحاجه دي هي المختار انت يا صابر، بس انا قدرت افك رموزها واسرارها وامنع شرها وحصنت نفسي ضدها، بس للاسف ممكن تاذي ناس كتير، لازم البوابه دي تتقفل، الوحيد اللي يقدر انت يا صابر، بس مش هينفع تتعامل مع اللوحه اللي عندي زي ما اتعاملت مع اللوحه اللي قبل كده، اكيد انت عارف هتعمل ايه. وقفله. وصابر بيقول انا مستغرب ليه النمرود ما ظهرليش لحد دلوقتي. هيثم قال له طب انت هتعمل ايه؟ صابر قال له هخلي الخيال حقيقه وهخليه يظهر لي. وراح صابر الفيلا عند اللوحه المحروقه، لبس الخاتم وابتسم وبص للوحه وقال مش هتظهر لي يا نمرود؟ ايه خايف؟ وفجاه النمرود جه من الشباك وظهر. صابر شافه وابتسم. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.